أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تطلع المملكة لتعزيز العلاقات المشتركة مع إيران، مشيرا إلى أن زيارة نظيره الإيراني للرياض تعد نقطة فارقة في مسار الأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد استقبال بن فرحان لنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات. من جانبه أكد عبداللهيان أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما، لافتا إلى أن طهران بإمكانها العمل مع الرياض لحل الموضوعات الإقليمية العالقة. تأتي مباشرة سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير الإيراني المعين لدى المملكة مهام أعمالهما كخطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين. أكدت أيضا خلال لقائي بمعاليه اليوم حرص المملكة على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة بين وزارتي الخارجية في البلدين. وكذلك تطلع المملكة لزيارة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى المملكة بناء على الدعوة الموجهة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.